Wal Radio waa raadiyaha kaliya ay raadiyeyaasha kala dhageystaan hanuugaanin habeen kasta oo axada ka dhageysta 88.9 FM. وهجاج وحنا نرجع سنة سنة وقال ريدي يدقي سي العاوة ضودنا وحيكسر أي سنة هاي مجال دي أي أقوها بون إن نقطة عاصمة الصومالية ما دام مجال دا مقدشة أي دقال الرجاديين إن كبضا لباطن صنو هذا هو وحنا رسو تيسان كتان خط كطرف إن كأي أفر هالليح شم سديد سديد لبا أفر تضب اللبو إذا عاد مركان كبحنا نوحا نغسو تيسيقة سيئة فكر كينا أولي بتان أفر هالليح لابا تضبا سيديد لابا ساقال أفر أفر خطبا مقال دي أي أخوها بون إن نقطة عاصمة دا صوماليا مقالو ينكا نلوصو دير أي وحا كميدا ومقال دا كسمايو مقال مرح دا قبالة دا وقوي إيه هالقيسة عاصمة دا بنتلان إيه قروي إيه بايدابو خطبا مقال دي أي أخوها بون وحاضبني كرتاه كومنتس أرليه ده سأوطى صيان ودورتي فالسيدة عد الريديو وقال يا مامل كريديو وقال بمسؤول كما أها أراكتي ده شخصي عبير يا فكر كيسا إيه وحيكو اكتهاي وكليه تمسكح ده أي كسو ما يحنيسو خضبه أيضا دوضة أي سعوته بلان وحي رسوق هذا نهيسكي أها أنكو تاليو إي تالين ميسيد وعطكي هالاسيك أها إيه سادع على ورسماء يمريه أبوان كويني محمود عبد الله عيسى سنقم إيه دقيس وعام لكن هذا يدخل تفضل مقع على الشيخ سؤالش ايو شوابت لسيو قد بي مقع حسن بالي هذا بقرد ايضو وحوي عاتمدو إلا قد ايقو مقالة كسمايو تاسو ايقو عن تاي باريه يبدي يحوليه ووحو الببالقه لأيو ومحوها ميل آدو برواق بغن هو سنتوري تياشا اي دبلوماسيين تا ايقو درقان انو هو ذا ميل دالحين سكو قرحسن انتفي عن نوع والبالي إلا قد ايقو تاس بي إلا تايبر حسن مالك مقوها بون تاي مقالة مقدشة بعد ما لباطن سنة اي دقال سوكي الرقاديين إلا قبدل عاصمة دا haddii la isku afgarto oo ay ummadu isku afgarto inay bedesho meesha labaad loo bedelayo waxay noqon kartaa kismaayo taasaan u arkaa oo multikal jiraan oo magaalo aad dadkeedu ay wanaagsan yihiin waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsantahay xasan waa adaan budan هذا يستهوى ده يدخل تفضل معك على الشيخ شو هبتنا سو قد بيه السلام عليكم حسن ما قروا إن السلام أي وكا قادنا وحويا معي هذين إن وحويا عاصمة مركا إنه حول إنه وحنا كذي كدونا يعني ودك سومالي الأورنج لما يحس سومالي لو جو بدي هاي وبلاري هاي نذكر إنك على قيبي معها كردي أنا هو عقيم قيب سومالي كم ده مركا وحنا أورلا عاصمة ده على قد يقول شيء شيء ما دامون قيب سالوا كتير صراحة هذه يا ضم عصمتها دقيقة سأقول لك استفضل مقع على الشيخ سؤال شيء شو أنت سوق به؟ أضبط مع سنتاي مقع يجي وحلي هذا عبد الحكيم علو
أدبان وغفر حي إن مانتا أينو كلا دكا سوماليين أي عضو كلا قاضيين حقيقوا هبونتا عاصمة دي سوماليين وحفليا العاصمة دي سوماليين سوماليو دنباغتو حيوة دلستاي مغدشو أيه أدبان وحبو مانتغانا كما ما نعي إن لقديقو المقالة ده أنو جعلنا حين أنو أنو أودي المشلي هذا المقالة كسمايو يدعو مامول قولتك أنزاني أو عشمديس بوهالي هنا إدمان بسوليوت الهيارتها السودوينية أنا يقولوا أنو برقلين دون وهقاك آدي آدي يضم أحسنطة dagay sawada ku sta fadlan magacaaga sheeg in su'aashii jawaabtana soo gudbi magacayga axmed aldaha axmed sodow wa salaamun radio gal waxaan ka kashay oo aan geeshay rabaa yaan loo geeyin dibkii dhibaatooyinka gobolada hadda sheegay haye waxaan ka codsanayaa markii la isku garto in la beddelo caasimada ha halkii gobolada dhexe gobolada dhexe ha waayo waxa dhici karto dadka ku dhaqmanay gobolada dhexe oo gobolada kale soo aaday in dhulkoodu ku noqdaan ay dhulkooda ay ka soo muuseen ay ku noqdaan ويقولون أن الأردن وأن 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 أحمد قبلاً ده حمرك مجال ده هذا كوا بونت قبلاً ده حقيقة ولا كرنا مشيت هواي آدي القعي إيريا يو ممكن هوسوا إلا يو الجدود يزونا صنوات آدي هذا يلا ما صنته dagay sawada ku safadlan magacaaga sheeg jawaabtana soo gudbi ah qadar sooba ah wada ku jirtaa ah walu salaam xasan iyo toobi gacad baa u yar qurux badan yahay anigu waxaan odhan lahaa maadaama ay xamar meel baxal galaan noqoto 20 sanadood oo ku daadanaya inta kii caasimad la noqonayso Soomaali ma noqonayso waxaan odhan lahaa deeb dalka kale maanta degan Soomaali waa Jabuuti caasimadda Jabuuti ah loo raran odhan lahaa ha Jabuuti laakiin saado waa wadan waa wada shanti bay ka mid tahay laakiin hadda waa wad madax banaan oo qaramada midoobe kursi ku leh oo waa kulka ma yidma iskay looda xasan oo shanti way ka baxday hadii ay kulka shanti yada ka saaray waxay noqonaysaa inaynu magaca ninkii lahaa jigjiga ay ka dhigno jigjiga inay soo gelisaa shanti way ka baxday marka waxaad leedahay kilka hoostima damiya dabay waxa kilkii hadii aynu hoos geynaba waa dhaanta abxaarkii uu joogaa meeshii وهجاك آدي آدي يلا ما وصلت الخضر We'll be right back.
دودنا عاوة أياه وحي كسري سنتهي مغالة دي أياه كوهابون إنه نقطع عاصمة دا صوماليا أوه دقال صكية أي رغاديين مدكة بضان لباطن صنو سيدا قالب كام عاصمة دا هادون كمركة دقال دا صكيوه وي آدو آفيين دادكونا أي نقطة ميل نبدجرية دي أي كوحاسيري لاضهي سيدا قالب كأه والا بدراء ومغالة كلا إياه لو بدراء حتى واع ما نيست عصبه أدون كأي كل هذه مغالة مقدشو أياه وحال ليه ده The Museum of War ومغالة مقدشة أياه ما هل كل دقاء عان كي هدا مغالة قرارة ياش يددك وح قرأي آد وحو قرأي لو بحي أياه وحي نقطي ميزيام كي دقالك وا ومركا داركتو ان ميل تاغن مجرتو ان دولد استراكتر كيد يا وحوال بو بربورسانيه هاي تا وحا سي وهيريني سو ايضانا كسي درنبا شعب كي سوماريه مددي لحدن كي هانتدي وحي لهايين قشضي ايابا كل لابن كرين مركا شروضا بضان ايه كل من كرتا مقعاسي مدى وهدي عقلقا سليم كاو شقيه وحا نقدقى سنسان اغار ريريا موجد دارو كيد يا هاي سيديتن يا سيديت دبع سقاو FM وبابايغي تشاماميو عم بتشرب كيالاي وعودك هلاسيغا اي محمد موغي دود دينو هالكا سيكا سي سعوني سا وحاد نغسو تيرتن كرتان افر هالليح شام سيدي سيدي لابا افر تضب اللابو babaygi chamaan biya amba shirib ku yaalay marka la yiraahdo gobolka jubada hoos oo dhanba wada dhageysanaya dhageysaa wadaad ku jirtaa fadlan magacaaga sheeg fikirkaagana soo jeedi salaamu alaykum magacaygu waxa la muuse maxamed yusuf waxaan ku dhashay gobolka jubada hoos kismaayo jubada hoos soo dhawow aan dhinaha caasimadda waxa jecla in laga fogaayo aye ama muduga joogto ama caasimadii labaad oo hore hargeysa hargeysa ha iyo halkaas loo raro oo maxaad adigu aad ku keentay in la fogaayo caasimadda waxaan ku fogaaynaa dhibaatooyinka ka dhacay muqdisho la ogaa haye marka wax macno ah sameeyna sabalada waxa bilaabana xil labaad iyo dagaal haye marka meesha dagaalkii xinka ka yimaado oo dhulkaas ah marka hal fogaayaad leedahay ha meesha hadda joogto ha halo dhaafo laakiin ismaayaanu u keen waa maatiin amarka ismaayaad u diidantahay in adigu sharkaas iyo dhibaatooyada ay u timaado exactly ha aad iyo aad yaal maas joogtaan oo joogto ama meelaha loo raro aad iyo aad yaal maasan tahay babaygii chamaamiyo aan ba jirib ku yaalay dhageysta hawada ayaad ku jirtaa fadlan magacaaga sheeg jawaabtan soo gudbis assalaamu calaykum magacaygu waxa weeye kiin cilmi axmed haye soo dhow waxa oran lahaa maadaama ay xashilin weydo xamar oo ay sidii ay ahaan jirtay marnaba aan laga yaabayn inay ku noqoto sida dhibaatada ka muuqata hadda ilaahayse waxaan uga baryaynaa inay inu mar ay xasiloonaato ma garatay haye waxa anigu aan oran lahaa ha laga dhigo magaalada madaxda soomaaliya magaalada la yiraahdo magaalada xaradanka xaradanka ha oo xaggeeba ku taala waxaa laga yaabaa dad badan oo idaacadda dhageysanaya inay la garanayaan waxay waa magaalada ku xigta buu hoobne buu hoobne ku xigta halkaas oo anigu aan ku soo barbaaray aadna aan u jeclahay haye ha marka maxaad ku dooratay maxaad u dooratay maxaad ku dooratay ha waxaan ku doortay waa meel aad iyo aad u qurux badan magaalada labaadna waxa la yiraahdo gogol madone gogol madone ha oo loo baahna wax gogola walba lama baahna maanta dhan dad galgalanaysa ciid waxa weeye ciideedu ma balahaba iskag ma laha oo board ma laha oo waxba ma laha waa magaalo aad iyo aad u qurux badan waa magaalo degan waa magaalo yacnii dad wanaagsan oo nadiifu ku nool yihiin waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay magaalooyinkii way sii badanayaan waa caasimadda waa in loo raraabaliyo gogol madona ha waxa weeyaan dadka yaan xamar waxa meelay seexdan baaba dhibaato ma ku haysay ba ha waa dhulkaas la iska seexanayo oo magaalada la wada galgalanayo waxa naga dhigaysanaysan ugaa reer iyo muujada dhararkeedii yahay 88.9 FM waxa naga soo tirsan kan taqabka taleefanka ee 4 6 8 8 2 4 7 2
دقيسة ودي أقول تفضل ما قاعد الشيخ شو أنت نسوق دي؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا بعض الريديو قال وعبي السلامي. وانك قاضي. تمام. ودي أقول شو عبد الله. ها أنا فكرة أن قد أرسلنا واحد تهي إن سومالي أرتو حيكمل تهي قارة أفريقيا. أيه. قارة أفريقيا أنا أقولي هيستري كمدة إن وطن مقالة ماذا حدث بدلي. عبد الله ويشلان ودمضة أفريقيا ودمضة بدلي مقالة ماذا حضوة وحانا كمدة نيجيريا وكون سقال بغوريا سقاشن يكو دي لاغوس كبدشي اونا بدشي أبوشا مقالة ماذا حنا وحا وضع أحوة ودمضة مقالوينك ووين كان أعطيقا مركا مقدشة وحي مقالة ماذا حصوه هيد متكبرا كنتن سنظوت مركا أريقا وحان قبع إن صومالي مقالة ماذا حيث أن ولي مقدشة لو لامن واجفتي اسكتاي إن لقد بدلو مر لسكدي دولة لقي جوهر وكش قي ويسي بيد لبايا لقي وكش قي ويسي مركا وحان قبع مقالة له فصيلة تجي أقبكي مقالة مرح مقدشو أيا أه مركا عني وحان قبع مقدشو مرق أنت مر مقالة مرح الصومالية مركا عبد الله إن أنا وحصيلة سوانا تجيسا عبد الله مقدشو مركا مقالة مرح بإسكاء هانسا مركا مقالة مرح مد صومالية الدكتور يقوة ضلان طيب أن يضغو ما سادال نيسا مقالة مرح مركا سيرسي سياسة مركا كسارسي وأنا أقول لك أن أنا أقصد 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 أن oo Soomaali leeyahay magaalada madax tanbir loo geenaya magaalada Hargeysa ayaa ugu soo dhaw in laga dhigo magaalada madax haye marka kulay magaalada ku soo xigta noqonaysa magaalada Hargeysa marka Soomaalida ma kala maarto waa isku dar sami doona hadii leeyahay laakiin marka fiirisid magaalooyinka kale oo dhan ee Soomaaliya ama taariikhda Afrika dib u raacid magaalada madax waxa uu ah wadan kasta magaalada population ku badan yahay ganacsiguna ku badan yahay ما حكوا بديه ده إلا يلحن كي دولة الصومالية نفي حرن ماذا قالت إلا يسقاشن يكودي أيه أمضى الصومالية وحي هانتي يا مالا إذا هيدا جلنيسي دقال سكي يا أيه كذا عيو حوض الله إسكتشر يو أهلية قبيل أيه ضبط كي لوجس إري إلا يلحن كي دسني حضنا ما أنت خوفنا نكون كلام مدرور يلا باتن صنعة مركم وحال هذا هي ويكوها بونته أيه دولسي هذا ووري وحقها بعض هاي هدي عن وحير كوسا قابي دجال هذا مرحلة الصامرة دجال في أهلي دجال في قبيل حد حمر كمجر وقطع ماله قبيلة هستمجران دجال دي ميت أيها حتى كسر أسبوع ناري مرك دجال في قبيل سوء بحياة أيه دجال كان دين كان بحياة عبد الله شام عرورك ودني الصوماليات حل دمان أيام بشي هوري دولتكم الجار كاترسن أيام وحصاب وقدي جوريس أكويا لما جالد المدينة مركي أصاب وقدي دك جوريس حوج كويس أيام السجي دلي وليبا أصغر ضاوع أيام السبتال كسيد وروك نجوس وجاري يعني تين لقي يلا سيد لما يستري سابي ومضى الصوماليات كو أمريكا تمجال ساسا بجالد حل دمان أيام شيء ساي مرحوينها حفيز كيسي هوري ايه هوتي رمضان مركو محكمة لها جبالين اي حتى ما تيجي كريو امس هو ايو دحلة وقجرة مركا اول مقالة سير دونو مشاح يجري حتى نميل ومدعا في كريو مركا كله بقطرت واجرتا ومحوها دل كل واجرة لكن مركا كمبير قرسيو تلاد مقالة ملح مقدشو واحدة عام ملح تاسع يعني فكرة ده هامس وجدين هدين هيرف وهكاك آذي آذي يضم عصنتها عبد الله الشامع دقي سير وحنكيك سير هيريو قال إنك صحولينا أوركي عدوبا عرشيمي يقيلي ولقا عشاي ولقا عيرياي أما عين كبالا هو عذر ضبورتا إذن الله إلى صاري إرقي سوعم أوركي عدوبا عرشيمي Yeah.
بورتا إلا الليلة تاي النعين أدقي سهودا يا تكشر تفضل ما قاعد على الشير شو أبتر سوق دي؟ ها والله أنا يوم يعي وحلي رعد وغدر هذا وحنا الربا إنا كوشة وارين تان عتمد ذلك لما لو رجيم كده أرتي هذا تعبة عتمد شرورة بدن بي وباهن تايا ووري سو أكيد إنك ولا الكاري ووري شجع قبيا ده أديك أرين تان سنو حوي مجال الحمر وحوي بدن عشور لقي قاري جري يرى أيه هاي gobolada kale iyada la gaarsiin jiray ayada ma ahan meel kale ma noqon karta caasimad waxa ku soo haray dagaalka ay burburtay dadar caasimadii dagaalkii labaad ee adduunka Berlin waa burburtay haddana waa aragtay u dhisantahay marka nabad waa iimaaneysa wala dhisaya dadkuna sidii ay ahan jireen bay ku wada noolaanayaan amalka seeway dadku ku wada noolaan karaan waxay ugu noolaan karaan sidii ku ay awlti horeba u deganaayeen ku noolaan jireen waxaan adduunku wuxuu soo maray weeye wax lagu cusub maaha Kinshasa ka dhacday Uganda da aragtay ka dhacday dagaalkii labaad adduunka meel aan burburin male haddana dadkii sidii markii wadankii degay oo la helay nidaam dawliya oo amaanka ilaaliya dadku waa ku soo wada noqday waana wada dhisteen Alagisa Cabdul Qadir meelaha dhismay waxa dadkii waxay heleen nabadgelyo heleen waxay heleen inay guryahoodii ku soo noqon karaan maanta qoys Soomaaliyeed oo xamar ku soo noqon kara ma jiro sidee dadka ku soo celinaysa walaal waxa weeye horta waa run oo nabad hadda ma jirto laakiin nabaddu waxay ku imaanaysaa dadaal dadaalkuna wuxuu ka yimaadaa dadka aye markii nabadda la helo meeshaan xamara iyada un baa noqon karta caasimad iyada ayaa sarajarkiile iyada ayaa kaabiyaashii adeeg ee caasimad looga baahnaa adeegi karta waxa ugu badan oo dalka canshuurta bixin jiray oo dantiga dadku ugu badan yahay waa iyada nabadgelyaduna waa imaanaysaa nabadgelyadu waa midda hadda loo wada joogo marka nabadgelyo maaha nabadgelyo maaha hadda nabadgelyo ma laakiin nabadgelyadii waa imaanaysaa ayada un bayna dadku lama huraana waa iyada iyada un baana la imaan doonaa haddii ay taa noqon weyso magaalada kale siin lahayd Cabdiqaadir wallaahi magaalo kale oo qaban karto maya nasiib darro waxaa ammaantay in dad soomaaliyeed oo soomaali nala ammaantay ay ka hadlaan ha la geeyay jigjiga iyo ha la geeyo mataqaana tuulo hebel iyo waxa weeye waa un arrin uun iska dheh oo raadi ah ka sheeg maahane waxa weeye dadka runta ah markii si practical loo hadlo meel noqon karta caasimad waxa ka jirta magaalada xamar reality waa taas waa hagaag aad iyo aad ayaa maasanta Cabdiqaadir dagaystahwada ayaad ku jirtaa fadlan magacaaga sheeg fikirkaagana soo gudbiy habeen wanaagsan xasan waa ku salaamay magacayga sahra la yiraahdaa habeen wanaagsan sahra sadow marka waa weeye horta xamar sidii la wada sheegay caasimad way ahayd waana meel la wada jecel yahay bay ahayd laakiin maanta sheekadaas ma jirto oo maanta qof xamar niyadda ku haya inuu tago oo guri ka dhisto ama weelihiisa dambageliya ma jirto marka caasimada meeshii doonaha laga dhigo Soomaaliya way weyn tahay dhulkeedu wuu ballaaran yahay laakiin anigu uma malaynayo xamar in inta lagu noqdo guri dambe ama hanti dambe la gashanayo uma malaynayo inay dhici doonto inay dhicin kartana sababtoo ah dadkii ku noolaa xamar intaasoo sano deganaa ayaa laga soo saaray oo la yidhi xamar idinku uma idan dhalan inay ka baxa oo ka taga dadkii kale laga soo ceeriyey maanta uma malaynayo xoolahooda inay geysanayaan xamar guryaha dambena ka dhisan doonaa wadanka Soomaaliya waa ballaaran yahay meelo badan buu leeyahay Hargeysa kamida Puntland baa kamida Kismaayo kamida barwaaqada meel walba taala dhulkaasayse la wada yaqaano xamar canshuur baa laga qaadaa buu yiri ninka hadda canshuurta ugu badneyd iyada ahayd wadamada kaleba haddii la gelin lahaa markii Soomaaliya dawladda ahayd iyadaba canshuur waa laga qaadi jiray qof walba xoogga wuxuu saari jiray xamar sida uu dhismi lahayd xamar bay dadka waxay u malaynayeen inay makalad meesha xadka loo aadi jiro kale ay ka dhigan jireen oo xoolahooda iyo hantidooda iyo dadka indhihi dhega kale maba laheen ba xamar unbay ahayd laakiin maanta filinkaas waa dhammaaday xamar cid u socod ama guri ka dhisanaysa ma jirto nabadgelyana xamar ka imaan mayso sababtoo dhiig muslim bay qabtaa anigu hadalkayga intaas marka magaalada dhihi lahayd sahra inay noqoto caasimada magaalada ayaa dhihi lahayd way ku haboontahay inay noqoto caasimada anigu waxaan dhihi lahaa magaalada Kismaayaha laga dhiga caasimada u qalan haye maxaad ku dooratay markaa
waxaan ku doortay Kismaayo waa meel qurux badan waa meel tikada ku taala xamar kuma taalo airport ku yaala xamar kuma oo xamar dadkan baa xoolo iska galiyay ma ogiye ma aheen meel xamar si qurux badan Kismaayo ma aysan aheen waana meesha kale ku qurux badan oo maanta magaalada Kismaayo marka saa u dhaxmarto wambaha iyo meel walba saas geedaheeda ugu wada xiyaalan magaalada gudaheeda aan geed u baahnayn in lagu tallaalo waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay Sahro dhegaysta hawada ayaad ku jirtaa fadlan magacaaga sheekh fikirkaagana soo gudbiy assalaamu calaykum wacalaykum asalaam dhammaan ummadda soomaaliyeed adduunka afartiisa dacal meel kastay ka joogan ummadda soomaaliyeedna waa dad isfura dhalay oo iska soo noqnoqonaya oo aan kala maarmin oo hal gacan ah dhibaato yar ayaa dhacday hadda hadday noqotay in laga dhigo magaalo madaxda anigu waxaan jeclaan lahaa in laga dhigo Kismaayo ama Garoowe because dadkii wax isku dhex jiraan lamana kala baxayo waana la isdhalay waana la isla dhashay ilaahayna waxaanu ka baryaynaa inuu soo hadeeyo hadda haddii la eego waddankeenii soomaaliya dhulka ugu barwaaqada badan waa magaalada Kismaayo haddii Kismaayo loo wayana waa in laga dhiga magaalada Garoowe taasaa u doortay waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsantahay dhegeystayaal waxaa nala soo tiigsan kartaan 4 6 شم سيديد سيديد لابا أفرط ضابا لابا وحان خط كيت كهيسه إخير يوغال إذن كسو عرية هاسكي وضنها يدقليها بروح يعني دقسانة يفرحي فيسكي nahay dagle yaa wax yar ku yiraahdaa heedhagaysaa wadaad ku jirtaa fadlan magacaaga sheeg ee fikirkaaga soo gudbi Hassan waa Maxamuud Muhiidiin waa ku salaamay kolay dadka fikradahooda waa kala duwan yihiin caawa anigu waxaan qabaa Hassan oo in loo dhaafo magaalada madaxda Muqdisho waa meesha keliya ee muddo ah ahayd caasimadda in la sharaf tirana ma ahan aday Soomaalidu garan waday sharaftaa caasimadda ay leedahay waa meesha keliya Itoobiya Kenya iyo shisheeyaha danahooda gaarka ah aysan u fulan karin danahooda siday doonaan sababtan waxa weeyaan waxay ka dheertahay xuduudyada Kenya iyo Itoobiya mar kastaba walow waxa kuu soo dhisaan dowlad ayaga dabada ka wadaan tan kale Hargeysa in aan la geynin lianna waxa ay la dagaal qaadeen dadka koonfureed haddana baarlamaan gooni ah bay sameysteen oo qabiil ku salaysan tan Puntlandna ku dar waa wan qabiil oo haysta baarlamaan walow aysan u ogolaynin dadka koonfureedka inay ka qayb qaataan waddankaas wax kasta oo ay la haystaan ha ahaadan xagga dhaqaale ha ahaadan xagga maamul tan kale Maraykanka iyo Itoobiya iyo Kenya waxa ay dabada ku wadaan mar kastaba in caasimadda maysan laga bedelo ilaan dagaal baa ka socda Soomaalina Kenyana way belilqaysanaysaa ilaa iyo jilib ilaa iyo jubbooyinka bay ku jirtaa Itoobiyana waxay ku jirtaa Hargeysa hadhihin Soomaaliland hadhihin meesha keliya ee calowga danihiisa aan ka fuuli karin waa Muqdisho walow in ka mid ah oo xaggiga ah ay la dagaalamayaan Soomaalida iyo dadka kale ee shisheeyaha xasanu aad iyo aad ayaad u mahadsantahay Maxamuud Muxiidiin waxaan aad ugu xunnahay dadweynaha boqolaalka gaaraya ee khadka telefoonka ku jira doodeena caawana intaas ayay ku dhantahay waa caasimadii magaalada Muqdisho bedelkeedii ayaa laga hadlayay reexamarka ayaa waxay leeyihiin kelmadda suuqiya waxaas eybaa cunay bay dhahaan caasimadda Soomaaliya eybaa cunay in la bedelana way u baahan tahay waxaan kaga sii tegayaa wadnahay dhagle waana toddobaadka dambe hadduu allaha uu dara ogolaado Thank you.